الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، موعدنا في هذه الليلة مع الدرس 16 من دروس السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنت انتهيت في الدرس الماضي من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وتحدثت عن سبب هذه الغزوة وعن نهايتها التي انتهت بترحيل هذه العصابة المجرمة من المدينة، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ما صدر منهم من الغدر والخيانة ونقض العهد. وفي هذا الدرس أتحدث عن غزوة أو غزوتين من الغزوات الصغيرة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتهي بكم في غزوة كبرى من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة الخندق. فأول هذه الغزوات هي غزوة ذات الرقاع، وكانت في جمادى الأولى سنة 4 من الهجرة، وتسمى أحياناً بغزوة نجد. وقد قيل في سبب تسميتها بذات الرقاع أن الأرض التي سلكها الجيش من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت أرضاً وعرة ذات حجارة قاسية، تسببت في تشقق وتقطع خفاف ونعال الصحابة رضوان الله عليهم، وأنتم تعلمون أن جزءا منهم مشاة ليسوا راكبين، فكانوا يلفون على أقدامهم الخرق، فسميت بذات الرقاع. ويقال إن صلاة الخوف شرعت في هذه الغزوة، ولم يحدث قتال ذو شأن في هذه الغزوة إلا أنهم أغاروا على قوم فسبوا من نسائهم، فكان ممن سبي امرأة رجل فحلف ليريقن فيهم دما، فاختفى أثر جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأدركهم ليلا، فوجد الحراسة في ثنية يعبر من خلالها إلى الجيش، وكان في هذه الحراسة صحابيان جليلان هما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، وكان يتناوبان الحراسة، ينام أحدهما ويبقى الآخر مستيقظا، فكانت النوبة على عباد بن بشر، وكان رضي الله عنه يصلي من الليل، فجاء هذا الرجل المشرك، فلما بصر بهذا الحارس الذي يصلي رماه بسهم فأصابه، وبقي عباد مستمر في صلاته، ثم رماه بسهم آخر، ثم رماه بسهم ثالث، فأتم صلاته وأيقظ عماراً ودماؤه تثعب والنزيف قد اشتد به، فقال له: رحمك الله، هل أيقظتني حتى أعينك على ما أصابك؟ قال: إني كنت في صلاة فأحببت ألا أقطعها، وتوفي رضي الله عنه شهيدا. ومن الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة أن رجلا أيضا من المشركين
تبع الجيش الإسلامي وأدركهم وهم في القائلة، وكانوا في وادي كثير الأشجار، وكانوا إذا نزلوا في مثل هذا الوادي يتركوا المكان الأفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شجرة كبيرة تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها وينام تحتها، وكان الجيش مرهق فناموا جميعا. فجاء فعرف أن الذي تحت هذه الشجرة الكبيرة هو قائد الجيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه في هذه الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. فاستغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحراسة البشرية بالحراسة الإلهية، فما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يضع له حراسة خاصة في ليل أو نهار. فجاء هذا الرجل المشرك فأخذ السيف وسله، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال للرجل: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصل بعد هذه الغزوة غزوة دومة الجندل، وهي بلدة معروفة الآن في شمال المملكة قريبة من تبوك، معروفة بهذا الاسم إلى يومنا أو إلى وقتنا الحاضر. ولم يحصل، وكانت في ربيع الأول سنة 5 من الهجرة، ولم يحصل فيها قتال. ثم في شوال سنة 5 حصلت غزوة الخندق، وسبب هذه الغزوة أن زعماء من قبيلة بني النضير الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فاستقروا في خيبر ذهبوا إلى قريش وألبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم النصرة، ثم ذهبوا إلى غطفان وقالوا لهم مثل ذلك، وجاء منهم بعض وجهائهم إلى بني قريظة، وبنو قريظة لا يزالون في المدينة، فشجعوهم وألبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقضوا العهد. فجاءت قريش في 5000، وجاءت بقيادة أبي سفيان، وجاءت غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزاري في 5000. فجاء هذا الجيش العظيم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم اغتم لذلك غم عظيم، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يحفر خندقا في الجهة المفتوحة من المدينة التي في واجهة العدو. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحفروا هذا الخندق، وهو بطول 1 أو 2 ميل بحيث لا يستطيع أن يتجاوزه لا راكب ولا ماشي، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذا الخندق. فلما رأت قريش هذا الخندق قالت: هذه مكيدة ما لا تعرفها العرب. وفعلا هذه حصلت بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولذا أقاموا خلف هذا الخندق وبرز النفاق وظهر النفاق، وبدأ المنافقون يرجفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
فكان أمر عظيم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، حتى إنه أراد أن يعرف خبر قريش، فقال: من يأتي لي بخبر القوم؟ يوما هو جالس هو أصحابه الذين كانوا من شدة الخوف، الواحد منهم ليلا يصعب عليه الخروج خارج المعسكر لقضاء الحاجة، مع أنهم أبطال وشجعان، لكن كان الأمر عظيم ومخيف كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فلم يتكلم أحد من الصحابة، وكانوا 3000، وكانوا في السابق يتسابقون إلى مجرد الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم؟ ما أحد استعد. ثالثة: ما أحد استعد. فقال: قم يا حذيفة. فأصبح الآن أمر وليس طلب. فقام حذيفة رضي الله عنه، قال: اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا، لا تعمل أي شيء باجتهادك، أنت مطلوب منك أن تأتيني بخبر القوم. فيقول: لما خرجت من المعسكر خرج في مثل الأمنة، حتى أتى، لأنه دخل معسكر المشركين ليلا ما أحد يعرفه، وكان هناك نيران عظيمة، فتوقع أن النار الكبيرة من هذه النيران هي نار القائد، فأصاب في توقعه رضي الله عنه وفي ظنه، وإذا هذه النار العظيمة هي نار أبي سفيان قائد الجيش، وكانت ليلة باردة شديدة الهواء، إلى حد أن أبا سفيان كان مرة يستقبل النار بوجهه ومرة يصلي ظهره بها، يعني يعطيها ظهره، فلما بصره يعرف أبا سفيان، فلما أعطى النار ظهره أصبح ظهره واضح. يقول: فخطرت لي فكرة أن أصوب السهم عليه وأدق صلبه، يعني ظهره، فيموت فينهزم الجيش، لكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا. المهم أنه جاء رضي الله عنه من حنكته وذكائه وتوفيق الله له قبل ذلك، جاء حتى جلس مع هذا المجلس الدائرة التي فيها أبو سفيان. أبو سفيان في فراسة وفي ذكاء هو من دهاة العرب، فشعر أن فيه إنسان غريب. بالطبع ملامح الناس مع الليل ودخان النار ما هي واضحة، فقال: كل واحد منكم يسأل جاره عن اسمه، أريد أن أسمع هذه الأسماء. فكان حال حذيفة: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. فألهمه الله سبحانه وتعالى، فقام حذيفة وسأل اللي بجواره، قال له: من أنت؟ قال له: فلان. حتى جاره الثاني ما يسأله، لأن المطلوب كل واحد يسأل جاره، فسلم حذيفة رضي الله عنه من هذا السؤال. المهم أنهم سمع أنهم تذمروا من طول مكثهم، لأنهم لبثوا شهر أو شهرين، واشتدت عليهم الريح ولم يحصل قتال وضاقت عليهم، فعزموا في تلك الليلة على الرحيل والعودة إلى مكة. رجع حذيفة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبرهم، وبالطبع مما ساعد على انفضاض هذا الجيش أن نعيم ابن مسعود رضي الله عنه الغطفاني أسلم، وقال: يا رسول الله مرني بشيء. فقال: أنت رجل واحد، يعني جيشي 3000، لو زاد واحد ما يؤثر كثيرا، ولكن اذهب فخذل عنا القوم. فعمل مكيدة وحيلة، وما كان أحد يعرف بإسلامه، فذهب رضي الله عنه إلى بني قريظة وعمل معهم مكيدة،
وذهب إلى قريش وذهب إلى غطفان وجعل نزع الثقة فيما بينهم، فتفرق جمعهم وتشتت شملهم. وكان من الحوادث المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بصعوبة الأمر بدا له فكرة أن يعرض على عيينة بن حصن أن يعطيه ثلث ثمار المدينة هذه السنة بشرط أن يرجع ويفك الحصار. لكن قبل أن يقدم على هذه الخطوة جاء بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهم سادة المدينة، سادة الأنصار، فاستشارهم في هذا الأمر، فقالوا يا رسول الله إن كان هذا أمر من الله سلمنا له، وإن كان أمر تستشيرنا فيه فما هذا برأي. فوالله إن هؤلاء القوم كنا نحن وإياهم في الجاهلية ونحن على الشرك، وكانوا لا يطمعون في تمرة واحدة من تبر المدينة إلا قرا أو بيعا، يعني ضيافة أو أن يشتروها. أما والله أما وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم مشورتهم وصرف النظر عن هذا الأمر، وانفض جيش المشركين وانتهت هذه الغزوة التي بها انتهى حالة الهجوم من قريش ومن المشركين، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: الآن نغزوهم ولا يغزونا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.